الراس انا كان اقل نهار الاول اللي جيت لهنايا المديره رحبت بينا وسجلتنا نهار قبل كانوا الناس اداريين كيجريو علينا هذه حقيقه خصني نعترف بها والاستاذه سجلتنا من اول مره حتى لاخر نقطه هذه لا نقاش فيها وخير ديالها يعني ما يمكنش يتنسى كنشكر الاساسي ديالي اللي قراوني سي احمد غيدي الاستاذه زكيه اللي كافحت معنا بزاف والاستاذ همت خلاص بلا ما نهضروا عليه سي شعيب اللي دائما كان كيأثرنا وكيساعدنا سي شولي كذلك كاين اللي قررنا اللي ما كلشي اللي كيساعدنا باش نكونوا يعني هنا موضوعيين وكنذكر حتى الاصدقاء اللي كان دائما معنا كيدافعوا لينا كيوجهونا كذلك والفرقه بدات صغيره بدات يعني بحال نقولوا كنا كنجلسوا مع بعضنا انا والاستاذ همام والاستاذ محمد غيلان كانوا يعني كنا كنبداو شي ثلاثه ولا اربعه والتجربة حاولنا نطوروها وكنشوفو السبعين ما بحاول يكبرها والحمد لله كنشوفها عندنا تجربة مزيونة متميزة ويمكن أن إن شاء الله نستثمرها في المستقبل تعطي إشعاع للمدينة هذا هو الهدف الكبير أن تعطي واحد الإشعاع للمدينة والمدينة ديالنا تعرف ما هو فني وما هو تراثي خصوص وكنشكركم بهذه المناسبة وكنشكر الجميع والحضور ديالكم كذلك وشكرا.